دورة 2019 من ماراثون سانتياغو عادت للعداء الكيني جاكوب كيبي الذي قطع مسافة 42 كيلومترا من شوارع العاصمة الشيلية سانتياغو في ظرف ساعتين و13 دقيقة و15 ثانية. وعن فئة السيدات بسطت مواطنته غلاديز جيبكم وسيطرتها على دورة العام الجاري من هذه التظاهرات الرياضية بعد قطعها المسافة ذاتها في ظرف ساعتين و36 دقيقة. واستأثر البيروفي والدر أوريتا بسباق 21 كيلومترا المنظم في إطار الفعالية الرياضية ذاتها، وكان السباق نفسه الخاص بفئة السيدات من نصيب البرازيلية زينايدي فييرا. وفي مسافة 10 كيلومترات تصدر الشيلي ماتياس سيلفا والأرجنتينية فلورنسيا بوريلي هذا الجزء من ماراثون سانتياغو. وبهدف مواصلة تقليص تأثيره البيئي تم في إطار هذا الماراثون الذي استقطب مشتركة 33 ألف عداء تم توزيع أكواب شرب الماء صديقة للبيئة يمكن تدويرها وصنع أدوات رياضية انطلاقا منها بأحد المصانع. وطلب المنظمون من المشاركين في الماراثون رمي هذه الأكواب بنقاط خاصة لتسهيل عملية جمعها. وتحتضن شوارع العاصمة الشيلية سانتياغو هذا الماراثون في شهر أبريل من كل سنة، وذلك منذ العام 2007.